السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة، ورمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. إذا كخبر عاجل أعلنت عنه صحيفة ذا سان من أكبر الصحف الإنجليزية. الصحيفة هذه عندها مصداقية كبيرة خاصة فيما يخص الأخبار الرياضية. الآن أعلنت أن الحكومة الإنجليزية وافقت على استئناف الدوري الإنجليزي. It's coming back. بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أو الإنجليزي. أوكي. Return of Premier League for TV behind closed doors. سوف يتم عودة الدوري الإنجليزي لكن بأبواب مغلقة. وش معناها؟ معناها راح تكون الملاعب مغلقة، ويعني ويكلو سما بدون جمهور، ملاعب بدون جمهور. إذا عودة الدوري الإنجليزي راح تكون في بريمي جوان، هاي في جوان، في 1 جوان رسميا الدوري الإنجليزي يعود في بريمير جوان. في أول جوان وفق جريدة ذا سان أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء البريطاني شخصيا بوريس جونسون أن استئناف الدوري الإنجليزي سوف يكون رسميا بملاعب يعني بدون جمهور ويكلو، وسوف تكون أعطاه ها هنا يفصلوا في الخبر the government الحكومة البريطانية ولا الإنجليزية has given the Premier League the green light، أعطتهم يعني الضوء الأخضر behind closed doors يعني بأبواب مغلقة، يعني ملاعب فارغة بدون جمهور from جوان 1 جوان يعني في برمي جوان. إذا عودة الدوري الإنجليزي لعشاق البريمير ليج سوف تكون العودة في أول جوان. ومبروك مسبقا لجماهير ليفربول ومحبين ليفربول. إذا مورين هنا في الصورة كلوب سوف يفرح بعودة الدوري الإنجليزي لأنه سوف يحسم لليفربول رسميا. إذا نعود نقول It's coming back، عودة للدوري الإنجليزي، عودة الدوري الإنجليزي في أول جوان رسميا من قبل الحكومة الإنجليزية، من قبل الحكومة البريطانية عفوا، كيف كما حبوها تسموها، كما تحبوا تسموها سموها. إذا رسميا رئيس الوزراء يصرح بوريس جونسون يعطي الضوء الأخضر لانطلاق الدوري الإنجليزي في أول جوان. إذا سوف نرى عودة ابن الجزائر رياض محرز، المنافسة على المرتبة الثانية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قلت ونعودها اللقب محسوم مسبقا لليفربول. إذا عودة تقريبا يعني كل الدوريات بدأت تعود، إيطاليا، ألمانيا هي 16 ماي، إيطاليا، إسبانيا بدأوا دوك يشوفوا كيفاش يديروا الحلول، احتمال كبير يكون في جوان أيضا. إنجلترا بقات الا فرنسا لقرارات ارتجاليه ما عندها حتى معنى، قادرين يلعبوا بدون جمهور يعني ماشي حاجه لي كبيره، ولا قادرين يديروا يلعبوا بدون جمهور. اذا مرحبا بالدوري الانجليزي، مرحبا بالمتعه، البريمير ليج اقوى دوري في العالم. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن فيديوهات، وصحه فطوركم ورمضان كريم لكل الجزائريين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.